السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. كيف يستخدم الكيان الصهيوني الحرب النفسية في حربه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة؟ لماذا يواجه جنود الاحتلال الصهاينة إحباطا كبيرا بفعل الخسائر المستمرة؟ ما طبيعة الفظائع غير المسبوقة بحق الأسرى في سجون الاحتلال؟ وكيف ينظر العدو الصهيوني إلى اختيار السنوار قائدا لحركة حماس خليفة للشهيد القائد إسماعيل هنية؟ هذه المحاور نناقشها اليوم مع كوكبة من ضيوفنا الكرام معنا عبر سكايب، الأستاذ عدنان الصباح الكاتب والخبير في الشأن الفلسطيني، ومعنا كذلك الأستاذ محمد القيق الكاتب والباحث السياسي، والأستاذ وليد الهودلي الكاتب والروائي الفلسطيني. أرحب بكم معي جميعا ضيوف الكرام في هذه الحلقة، أهلا بكم. حياكم الله. أهلا وسهلا فيكم. نبدأ مباشرة معك أستاذ عدنان، تطورات كثيرة جرت خلال الأيام الماضية، تطورات خطيرة وكبيرة على صعيد هذه المعركة المستمرة ليومها السادس بعد المئة الثالثة على التوالي، وهذه التطورات منها ما كان آخرها يعني هو اغتيال السيد إسماعيل هنية، وتلاها بعد ذلك بأسبوع اختيار قائد جديد لحركة حماس، واستمرار للعمليات العسكرية في قطاع غزة، محاولة ترسيخ وقائع جديدة هناك لكن مقاومة مستمرة في المقابل، وحديث عن توسيع للعمليات أو توسيع لرقعة الحرب في المنطقة ربما في الأيام أو الأسابيع المقبلة. كيف تقرؤون المشهد سيد عدنان؟ تحياتي لحضرتك والضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. صحيح أن الأسبوع الأخير كان حافلا وشكل انعطافة مختلفة بسبب من حالات الاغتيال الإجرامية التي قام بها العدو، سواء كان في الضاحية الجنوبية في بيروت أو في طهران. القائد العسكري لحزب الله، القائد العسكري الأول لحزب الله الحاج محسن، والأمين ورئيس المكتب السياسي القائد الشهيد إسماعيل هنية، كان حدثين كبيرين. وطوال هذا الأسبوع نعم الاحتلال الآن يعني كان كما يقولون يقف على قدم وساق ونصف، أنا أقول الآن ويقف على ساق واحدة بعد اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، لأن هذا الاختيار الرسالة الأهم فيه، الرسالة الأولى فيه، أن خيار المقاومة لم يتضعضع، لم يضعف، لم يتهاوى أو لم يتراجع، بل بالعكس أن المقتلة والاغتيالات والقادة والأطفال، قادتنا وأطفالنا، كل الذي يجري يزيد المقاومة إيمانا وصلابة وقوة، وبالتالي اختارت قائد المقاومة، قائد المعركة رئيسا للمكتب السياسي للحركة. هذا يجعل الاحتلال يقف على قدم واحدة وليس على قدم ونصف أولا. ثانيا الاحتلال العمليتين الإجراميتين الأخيرتين بحق القادة قد تكون فرصة له للهروب لو أراد، وقد تكون فرصة له لكي يتوقف ويخرج نفسه من الورطة التي هو فيها، ويكفي شعبنا كل هذا القتل والدمار على أرض غزة. ولأن لا الولايات المتحدة ولا دولة الاحتلال نفسها تريد أو تستطيع أو يمكنها أن تذهب إلى حرب أكثر مفتوحة ولا أحد يدري إلى أين ستصل. لا يوجد جهة في كل الأطراف تريد لهذه الحرب أن تتوسع إلا دولة الاحتلال، والأمر ليس بيدها، يعني ليست هي صاحبة القرار. صاحبة القرار في موضوع توسيع الحرب هي الولايات المتحدة. إذا كان لدى الولايات المتحدة الرغبة والمصلحة، الرغبة والمصلحة بأن تتوسع هذه الحرب، وكانت تدرك إلى أين يمكن هذه الحرب أن تذهب، لأنها لن تبقى في المنطقة، لن تبقى محصورة في الشرق الأوسط، لن تبقى على الأطراف المتواجدة حاليا، ستجد نفسها الولايات المتحدة مضطرة وعصابتها مضطرة لأن تكون جزءا من هذه الحرب. هل هي مستعدة لذلك؟ أنا أقول لك لا، تفاوض يجدي
ولا رسائل تجدي نحن ذاهبون إلى الحرب، لكن واقع الحال يقول لا يوجد أحد يستطيع أن يواصل، لا يوجد أحد يرغب بأن يواصل، لا يوجد مصلحة لأحد بأن تتواصل هذه لكن الحرب. لكن التطورات قد تفرض نفسها أستاذ عدنان كما جرت الحالة في حروب كبيرة حتى في الحروب العالمية. أستاذ وليد، من ناحية أخرى هناك حالة من الإحباط تسيطر على جنود الاحتلال وخاصة جنود الاحتياط الذين تقع فيهم خسائر كبيرة وخسائر مستمرة. هذا الجيش بالجيش النظامي والاحتياطي إلى أي مدى قادر على مواصلة القتال في جبهات متعددة وفقا لما يتوعد به نتنياهو مرارا وتكرارا من أنه يحارب على أكثر من جبهة وأنه قادر على توسيع هذه المعركة، بينما هو في قطاع غزة لم ينجز أهدافا أعلن عنها بشكل مباشر وهي القضاء على حركة حماس وكذلك الإفراج عن الأسرى لدى الحركة؟ هو يعني واضح من واقع مأزوم ومهزوم تنطلق من خلال استقراءات متعددة، تصريحات كثيرة من خلالها نستطيع أن نصل إلى الحالة النفسية التي يعيشها ليس فقط جنود الاحتياط وإنما الجنود النظاميين والمجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي يعني والجيش الإسرائيلي الآن في حالة إنهاك وفي حالة مراوحة في نفس المكان وعدم قدرة الوصول للأهداف، وهذا فشل. يعني كل المحللين حتى يعني المحايدين يدركون إنه الجيش الإسرائيلي لم يستطع الوصول إلى أهدافه التي أعلن عنها. يعني نتنياهو أعلن عن أهداف محددة واضحة ولم يصلوا إليها بعد 10 شهور من الحرب. الآن أنا بحكي لك المجتمع الإسرائيلي ينظر لنفسه إنه مجتمع صاحب جيش قوي، صاحب يد طولة، ينظر لنفسه إنه هو قادر على السيطرة على المنطقة، قادر أن يهزم عدة جيوش عربية مجتمعة. هذا كان زمان، الآن انتهت هذه الاسطواني وهذه السردية التي تعبئ هذا المجتمع قوة وتعبئ ثقة بالنفس، هذه تلاشت في رمال غزة. الآن كون هذه الدولة القوية المتغطرسة التي تحمل كل هذا العتاد العسكري المدعومة بالدولة العظمى في العالم، مدعومة بأمريكا دعم مباشر، انخراط مباشر في المعركة، وعشر شهور وهي تحارب تنظيمات فلسطينية، تحاربها بأسلحة مصنعة محليا، تحاربها بإمكانيات بسيطة، وتستطيع أن تفشل كل أهدافها. هذه بحد ذاتها هذه هزيمة نفسية كبيرة جدا، ومن مؤشرات الهزيمة النفسية الهجرة المعاكسة. الآن في هجرة معاكسة، يقال 700,000 هاجروا، الاستثمارات الأموال رجال الأعمال والأموال هم الذين يعودون يهاجرون. الآن في استثمارات إسرائيلية في جورجيا وفي مناطق متعددة من الذين هاجروا من هنا نتيجة هذه الحرب. الآن ضمن استطلاعات رأي بيقولوا إذا فتحت الحرب بين محور المقاومة بشكل كامل سيهاجر ثلث المجتمع الإسرائيلي، 30% من المجتمع الإسرائيلي مستعد للهجرة. الحريديم بيقولوا إنه إحنا لن نقبل بالتجنيد، نقبل بالخروج والهجرة وترك هذا البلد ولا التجنيد. أحدهم صرح بالأمس قال إنه أنا أرضى بحكم حماس ولا إني أجند في هذا الجيش. إذن في حالة من الترهل النفسي، حالة من الإنهاك. الإنهاك ليس فقط جنود الاحتياط والجيش النظامي والمجتمع الإسرائيلي في حالة إنهاك وحالة صدمة نفسية كبيرة قبل أن تبدأ الحرب الكبرى التي يعني في حالة هلع شديد. الآن من أسبوع من يوم اغتيال هنية واغتيال فؤاد شكر لليوم هم في حالة ترقب، حالة اختباء، حالة هلع. الأسواق لم يبقى فيها بضائع الآن، وهو يترقب وينتظر، وإذا دخلت حرب مفتوحة أو حرب محدودة كلا الأمرين في حالة هزيمة نفسية لهذا المجتمع. لذلك إحنا أمام، أنا أقول ما تصرف هذا القرار باغتيال هنية هو قرار يعني في غاية الحمق، يعني قرار أحمق ارتكب حماقة يعني سيرويها التاريخ ويقال أحمق من نتنياهو الذي يغتال شخصية بهذا الوزن في عاصمة أيضا بهذا الوزن
في تلك الظروف بهذه الكيفية، هذا لا يفكر سياسيا ولا يفكر في مستقبله في هذه المنطقة. هو هذه ضربة اليائس، ضربة الهارب للأمام، الضربة التي فقط حسابات شخصية. ولو دمرت البلد، ولو فتحت حرب إقليمية، ولو صارت حرب عالمية، هو لا يحسب حساب إلا بقائه في السلطة بهذه الطريقة البشعة جدا والمفضوحة المكشوفة. يعني هم حتى في داخل المجتمع الإسرائيلي الذين يحللون يقولون اعتبارات شخصية، يعني جيشنا يحارب باعتبارات سياسية لقادة الحكومة. لذلك هم في حالة الآن، إذا جيت للبعد النفسي اللي سألت عنه، في حالة إنهاك نفسي وفي حالة هلع وقلق ويعني قريبا قريبا إذا بدأت الحرب سنشهد انهيارات فظيعة في هذا الكيان. طيب اسمح لي أنتقل أستاذ محمد في محور آخر، ربما نعود لهذه المحاور تباعا، لكن يهمني أستاذ محمد وكونك مررت بتجربة الاعتقال الإداري وخط إضرابا وكان قاسيا في ذلك الوقت، الفظائع غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى وخاصة في معتقلات أنشئت بعد 7 أكتوبر مثل سيدي تيمان على سبيل المثال، والفيديو الذي شاهدناه قبل قليل حول عملية اغتصاب لأحد الأسرى هناك أمام الكاميرات كما لاحظنا. كيف يمكن التعقيب على هذه الجرائم بينما يراها ويشاهدها العالم ويراها كذلك الجمهور الصهيوني؟ نعم، تحية لك ولضيفيك القديرين العزيزين ولجمهورك الكريم. في الحقيقة يعني احنا في ملف الإضراب عن الطعام ضد الاعتقال الإداري نكون تلاميذ لأم حمدي وهي زوجة الضيف لديك وليد الهودري، هذا الأستاذ الفاضل. وبالتالي في ملف التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في السجون، الإسرائيلي يسعى لكسر معادلة الكرامة. نعم. طبعا هذا عنوان عريض واكيد احنا يعني من نضيع فيه، انا باخذ منه بس زاويه محدده. هذا التوقيت يراد من هكذا نشر للفيديوهات، ليس بالصدفه وليس انه والله بدهم يفضحوا بعض، هذا ياتي في اطار الترهيب للفلسطينيين كي لا يقوموا باي اعمال مقاومه ضد اسرائيل، والاطار الثاني في إطار الانتقام والإذلال، وهذول العنوانين هم تحت إطار الكرامة. وبالتالي لما نيجي نشوف هكذا وحشية ولا يهتم أصلاً للمجتمع الدولي، هو غير الروايات وشغل الإعلام وتصفيق في الكونغرس غطى عليه، هو يعتقد طبعاً أنه غطى عليه في الساحة الدولية والفيتو مغطي عليه وتهديد محكمة الجنايات الدولية من قبل الأمريكي مغطي عليه والحالة التخدير الدولية الإعلامية من خلال الإعلام الغربي مغطي عليه، وهو بالتالي حل الجثث تحللت في غزة، الناس ماتت في غزة، ماتت جوعا، ماتت قصفا، ماتت قهرا، ماتت غرقا، ماتت حتى من المساعدات التي تلقى من الجو من التحالف الإبراهيمي. وبالتالي لما نتحدث أنه هو ليش هذه الصور، هو لا يهتم للمجتمع الدولي. يعني البعض بيقول أنه فضح دوليا، يعني لا أريد أن أضحك لأن المشهد لا يحتمل الضحك. إيش ينفضح من المجتمع الدولي؟ كل العالم الآن أدرك بعد الجريمة في غزة أنه لا يسوى أمام الإسرائيلي وأمن الإسرائيلي شيء، وأن أمريكا تتحكم في الإنسانية بالقانون والمؤسسات والأمم المتحدة وغيرها. وبالتالي هو يريد من هذه الصور الرسالة المباشرة للشعب الفلسطيني في إطار الردع المتلاشي المتناثر المتقهقر، يحاول استعادة الردع. هذا يعتبر التخدير المؤقت، نجح في بداية الأحداث بعد 7 أكتوبر في تخدير الشعب الفلسطيني، ترهيبه، الهجوم عليه بوحشية في الضفة الغربية بالمقارنة بمجازر في غزة حتى لا يرفع أحد رأسه. بس ولكن بصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، صمود المقاومة وصبر الأسرى في السجون الإسرائيلية وتحملهم أدى إلى كسر رويدا رويدا في حالة الردع التي حاول الإسرائيلي صناعتها وحالة الترهيب، حتى أنه هناك عمدا طبعا الصور التي تخرج أنه واحد وزنه 100 كيلو برا وطلع صار وزنه 50 أو 40، ولا هو مضرب عن الطعام ولا شيء، هو فقط مجوعين الإسرائيليين. هو ليس صدفة أنه بيسوي هيك، وليس صدفة أن تنتشر الشهادات للأسرى والله ما طعموناش إلا لحد 3 العصر. كل هذا حرب نفسية
على الشعب الفلسطيني، كما هي العقوبات الجماعية حينما يتم تنفيذ عملية يقوم الجيش باعتقال إخوة المنفذ، هدم المنزل، منع السفر، التنكيل، قطع الرواتب، التضييق، وبطلعوا لهم من جوا البلد زعران بيغلبوهم. هذه حرب في النهاية نفسية معنوية، وهذا بالقياس بنأخذ عنه مثال كيف بعد هبة القدس 2021 كيف كانت الأحكام الرادعة، التعذيب، التضييق على أهل القدس والداخل لأنهم شاركوا في الهبة، وبالتالي الإسرائيلي يحاول تثبيت هذا الأمر. أستطيع القول أنه بالفعل نجح مؤقتا في تخدير الغضب في الضفة الغربية، ولكن هذا الغضب يبدو أن إبرة التخدير انتهت صلاحيتها، إبرة الردع النفسي والمعنوي والإعلامي يبدو أنها في نهاية الصلاحية، وهذا الأمر مقلق للإسرائيليين ويتحدثون عنه بكل وضوح أن الضفة الغربية ساحة ساخنة لأمرين، الأمر الأول أنه في غضب على مجازر غزة، والأمر الثاني أنه حتى اللي في الضفة يعني لو فيش عنده يعني لو فيش عنده دم يعني بدوش يغضب على غزة، الضربة على رأسه جاي، يعني ليش ماشي حافي في النهاية؟ الضفة الغربية مشروع يهودا والسامرة، هذا مشروع لا يخفي لا بن كبير ولا نتنياهو، حتى نتنياهو في كتاب مكان تحت الشمس 1995 حكى عن الضفة الغربية 1995 في عز قلب عملية السلام والترويض، حكى عن الضفة الغربية، قال هذه خاصرة الأمن القومي الإسرائيلي، واهم من يظن أننا سنسلمها. إذن يهودا والسامرة اتفاق في داخل إسرائيل على أنها دولة إسرائيل، في النهاية برضو مش حلوة في دولة زي دولة إسرائيل تطلع الاف 35 ما بتطلع من المطار اللي هم مخلص الحدود تبعت إسرائيل، هم يحتاجون لهذه الحدود ولا يخفون قصة التمدد نحو شرق الأردن نحو الجنوب الليطاني، وهذا أمر مدرك جيدا لديهم بما في ذلك ما وافق عليه ترامب في موضوع الجولان أنها إسرائيلية ونقل سفارة وغيره. نعم، إذن وكأن هناك أستاذ عدنان خطة للمنطقة كما تفضلت قبل قليل، لا تتم هذه الجرائم في قطاع غزة بطبيعة الحال في البداية، ثم في باقي المنطقة بعيدا عن الرغبة الأمريكية والإرادة الأمريكية، وهناك من يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك من أن تنفيذ عملية الاغتيال بحق إسماعيل هنية كانت بأيد أمريكية وبمشاركة أمريكية واضحة، وأهديت لنتنياهو الفاشل الذي صدع رؤوس العالم بقدرة استخباراته وموساده الفاشل على الاختراق، ويحاول استعادة الردع واستعادة الهيبة على حساب الشعب الفلسطيني والشعوب في المنطقة، وكذلك على حساب عمليات كبيرة من النوع الذي جرى. ما مستقبل هذه المنطقة اتصالا بما تفضلت بالحديث عنه في إجابتك عن السؤال الأول؟ بمعنى آخر، ما الاحتمالات، ما السيناريوهات التي تنتظر المنطقة في الأيام المقبلة؟ المآلات التي ترغب الولايات المتحدة بالذهاب إليها في المنطقة، السيطرة. قبل فترة نشر توماس فريدمان عقيدة بايدن العسكرية، وتوماس فريدمان هو ناطق بلسان جو بايدن، قال أن عقيدة بايدن العسكرية تقوم على الإبقاء على إيران عدوا وضرب وكلائها وإقامة حلف ناتوي، حلف أمني بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة إسرائيلية فلسطينية عربية في المنطقة لمواجهة الخطر الإيراني وإقامة دولة فلسطينية بالنتيجة. هذه الكذبة، كذبة الدولة الفلسطينية في كل مرحلة تشتد بها الحال، يتصاعد الفعل المقاوم الفلسطيني، تصفى القضية الفلسطينية، توضع على الطاولة، يعودون للقول بذلك. هذا كذب طبعا، لا يوجد في قاموسهم حكاية الدولة الفلسطينية، وإذا ما وجدت هذه الحكاية فهي توجد فقط في قطاع غزة. وما ذهب إليه ضيفك العزيز في تذكير المشاهدين بحكاية بنيامين نتنياهو وكتابه مكان في الشمس، هذا مهم. المشروع الصهيوني التوراتي التهويدي موجود في الضفة الغربية. بنيامين نتنياهو وكل الصهاينة يقولون إذا لم يكن من حقنا أن نستوطن القدس وبيت إيل فليس من حقنا أن نستوطن حيفا ويافا، لا يوجد حكاية توراتية هناك، الحكاية التوراتية هنا. وبالتالي المشروع
الصهيوني في المنطقة، والحين أقول الصهيوني أنا أقول الصهيوني الولايات المتحدة، هذا دائما الدولة هاي أنا أسميها دولة القاتل الماجور، أكثر من القد بيطلع لها في التسمية، وبالتالي ليس لها قرار وليس لها رؤية. المصلحة والرؤية والخطة والمشروع هو الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تريد الآن أن تنهي هذه الحرب بالشكل التالي: إنهاء إطلاق يد الاحتلال في الضفة الغربية لإتمام المشروع التهويدي، أن تتواجد هي في قطاع غزة وليس الاحتلال، ولذلك إصرارها العجيب الغريب: لا احتلال لقطاع غزة، لا عودة لإسرائيل لقطاع غزة، إلا ليس لأنها لا لأنها تريد أن تكون هي البديل. وإزاحة قطاع غزة جنوبا بالمعنى الإزاحة السكانية والتطهير الذي يجري على قدم وساق للشمال، لأن الشمال هو القاعدة العسكرية الأمريكية الذي ترغب، وله ثلاثة أهداف هذه القاعدة: أول، وجود في شرق المتوسط. الولايات المتحدة لها قواعد في المنطقة في كل مكان ما عدا في شرق المتوسط، الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، شرق البحر الأبيض المتوسط لا توجد قاعدة أمريكية واحدة، ستكون هذه هي القاعدة الأمريكية. هذا سيمنحها السيطرة على الغاز الفلسطيني الذي فاجأ العالم، وجود تريليونات الدولارات هذه. هذا سيمنحها القدرة على إقامة قناة بن غوريون، وقناة بن غوريون مشروع أمريكي وليس مشروع دولة الاحتلال. هذه القناة لن تشكل فقط ضربة للخاصرة في الاقتصاد القومي المصري ومن مصر القومي، ولكنها ستشكل عازلا بين ما بقي من الأرض الفلسطينية التي تسمى قطاع غزة وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة ودولة الكيان المحتل، عازل مائي، عازل طبيعي، يمنع على رأيهم تكرار السابع من أكتوبر، يمنع الأنفاق وما إلى ذلك. هذه المشاريع، هذا المشروع، هل يمكن للولايات المتحدة أن تحقق دون حرب واسعة النطاق أم لا؟ السؤال هذا هو السؤال، لأن حرب واسعة النطاق ستكون هي جزء من هذه الحرب، وإذا ما كانت جزء من هذه الحرب ستفتح شهية آخرين في جهات مفتوحة في العالم على يعني شهيتها للحرب، لأن الصين تريد أن تستعيد تايوان وتريد أن تفرض سطوتها وسيطرتها على بحر الصين الجنوبي. فإذا انشغلت الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ما الذي سيمنع الصين من أن تتحرك؟ طيب، ما روسيا لديها أحلام الاتحاد السوفيتي العظيم وأحلام الإمبراطورية العظيمة وأحلام روسيا. روسيا قوة حقيقية قبل أمريكا وقبل كل هذول الطابق السفلي، ليه ما يرجع يستعيد يعني أمجاد روسيا؟ هذا أيضا تركيا ستنفتح شهيتها، ولماذا الصراع في بحر إيجا؟ ولماذا كل المنطقة تتحرك وتركيا وأمجاد تركيا لماذا لا تعود؟ وهذا سيفتح بوابات في إفريقيا، بوابات في أمريكا الجنوبية، لأن الطريق ستنفتح على مصراعية لكل الجهات في الحروب. نحن نقول بحر الصين الجنوبي، نقول الفلبين، نقول اندونيسيا، نقول ماليزيا، نقول بروناي، نقول فيتنام. يعني العالم يقف على عكاكيز، يعني على 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 عيدان كبريت، عالم غير مبني على أصول. هذه منظومة الأمم المتحدة التي أنشئت بعد الحرب الاستعمارية الثانية، هذه منظومة هشة، منظومة تقوم على قاعدة صمت الأقوياء. الآن هؤلاء الأقوياء ضعفوا، لم يبقى إلا ثلاثة، في اثنين خرجوا من اللعبة، فرنسا وبريطانيا، في عنا الصين، في عنا روسيا، في عنا الولايات المتحدة. نعم. والولايات المتحدة تريد إمبراطوريتها، الصين تريد إمبراطوريتها، روسيا تريد إمبراطوريتها. إذا بدنا نقسم، في ثلاثة، في اثنين بدهم يتفقوا. نعم. دعني أستاذ عدنان أتوقف هنا. نعم، نحن في قضية فلسطين، وهذه قضية المحورية والمركزية، وهي قضية عالمية بطبيعة الحال، وكل الأطراف العالمية تفكر فيها وتتآمر عليها إلى آخره. الطوفان أستاذ وليد الذي بدأ في السابع من أكتوبر،
على ما يبدو بأن من فكر في الطوفان بعقل استراتيجي لم يكن يفكر فقط في أن تكون عملية عسكرية فدائية تنتهي في فترة محددة، وهذا ما نستقيه من خطابات سابقة للسيد السنوار قائد حركة حماس الآن، الذي قال بشكل واضح بأنه يريد خلال عام من القتال أو الاشتباك مع العدو أن يتحول إلى اشتباك دائم، وأن يتوسع هذا الاشتباك وأن يصبح حالة انتفاضة وثورة دائمة في وجه العدو الصهيوني في كافة المناطق المحتلة وبإسناد خارجي إن حصل ذلك، وذكر مناطق محددة بعينها. ما مآلات الطوفان اليوم سواء من ناحية اختيار رئيس جديد لحركة حماس في قطاع غزة ومن غزة، وهذه الشخصية بالتحديد التي يطلق عليها بقائد الطوفان، سواء من ناحية استمرار هذا الطوفان وعودة القضية الفلسطينية لتتربع في يعني مركز الاهتمام بالأحداث الدائرة في المنطقة الآن؟ يعني هو نضع هذا الأمر في سياقه. طبعا بدي اشكر الاستاذ محمد وضيفك الكريم، اشكر محمد على ما يعني تفضل به. نضع الموضوع في سياقه، في عندنا مشروع صهيوني، هذا المشروع الصهيوني اقيم على ارض فلسطين وهناك له امتدادات واسعه على المنطقه، بحيث الولايات المتحده تسيطر على المنطقه من خلال هذا المشروع، وقالوا انه حسب موسوعه عبد الوهاب المسيري انه المشروع الصهيوني هو يعني اداه للغرب، يعني دوله وظيفيه لتقوم بمصالح الغرب في المنطقه. وطبعا ايلان بيبي احد المؤرخين جدد الاحتلال المتحررين من روايه الصهيونيه قال انه ليست دوله وظيفيه وانما انتم كلب حراسي، كلب حراسي لمصالح الغرب في المنطقه. طيب الان هذا المشروع الصهيوني في مقابله مشروع تحرير، يعني مشروع التحرير تحرير فلسطين في له أعمدة وركائز ومبادئ ومنطلقات قوية. يحيى السنوار ومن معه من قادة المقاومة هم الذين تبنوا عن علم وعن معرفة تامة بالمشروع الصهيوني وبمشروعهم الفلسطيني، بحيث أنه يسعون إلى تحقيق التحرير، التحرير الكامل لفلسطين من براثن الهيمنة الأمريكية والمشروع الصهيوني. لذلك احنا بنضع السنوار كقائد من قادة التحرير الذي يريد ان يحرر فلسطين، ويأتي طوفان الأقصى يعني نقلة نوعية وحدث عظيم، عبور عظيم في 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 عمق هذا المشروع الصهيوني، يعني شكل ضربة لشوكة هذا المشروع وهيبته وهذه الروح الاستعمارية المستعلية المتغطرسة التي تريد أن تتسيد المنطقة. هذا المشروع الصهيوني يريد كان يراد له من خلال التطبيع ودول التطبيع، من خلال الإبراهيمية هذه اللي أطلقوها، وكل هذه الأمور كان يراد للمنطقة أن تكون تحت ذراع أو تحت جناح هذا المشروع الصهيوني، وهذا المشروع الصهيوني يتسيد المنطقة ويقوم بدوره في عمل المنطقة بشكل كامل تحت الهيمنة الأمريكية بطريقة مذلة ومهينة. وكان المشروع الطوفان، طوفان الأقصى، أن يبدأ بغزة مشروع التحرير، والتحرير بمعناه الفكري والعسكري والسياسي والأمني، وكان هو ضرب في عمق ذاك المشروع كي تنطلق الأمة نحو تحرير ذاتها. يعني يريد السنوار ومن معه من قادة المقاومة يريدوا أن يتحرروا ويحرروا شعبهم ويحرروا المنطقة ويصدروا للعالم طوفان أقصى بمعنى حالة تحرر من الهيمنة الأمريكية الموجودة في العالم أجمع. لذلك هو مشروع تحرري بامتياز. يحيى السنوار يعني إحنا حسب ما عرفناه في السجون، يحيى السنوار إنسان يعني صاحب تجربة واسعة وصاحب موسوعة معرفية في معرفة المشروع الصهيوني بكل أبعاده، وأيضا المعرفة العربية بكل الأفكار الموجودة وبكل الأمور التي تستطيع أن تحرر. لذلك هو مشروع السنوار مشروع نهضوي، مشروع تحرري، مشروع مواجهة للسياسات الاستعمارية في المنطقة. هو يعي ذلك تماما، هو عكف في السجون قرابة 22 سنة وهو يدرس هذه الأمور بعد أن جاء من مدرسة يعني نشأ فيها تعرف أبعاد مواجهة الاستعمار. إذن هو مشتبك منذ طفولته، مشتبك بحالة معرفية عالية،
وجوده في السجن كرس هذه المعرفة وكرس هذا الاشتباك بطريقة يعني كبيرة جدا. حتى إن أنا قرأت تقرير وشفت يعني مقابلات مع السجانين اللي كانوا مع قالوا إنه هو مسكنا دفاتر من خلال هذه الكراسات اللي كان هو يترجمها ويدرسها للأسرى، تدل على إنه هو يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا. يعني هو عنده معرفة في المشهد السياسي والأمني والعسكري الإسرائيلي بطريقة عميقة جدا وقوية جدا. طبعا هو ليس وحده في هذا الأمر، يشترك معه كثيرون من الذين قضوا في السجون فترات طويلة ويصدرون الآن للمشهد السياسي الفلسطيني، يصدرون معرفة عالية وقوية وعميقة في الشأن الإسرائيلي بشكل كامل. وكثير ممن يظهرون على الشاشات الآن من خريجي هذه المدرسة. الآن أحكي لك بشكل صريح، طوفان الأقصى له تداعيات كبيرة جدا على مستوى القضية الفلسطينية، وشفنا صارت القضية الفلسطينية قضية محورية في العالم كله. كل أحرار العالم الآن يعرفون ما هي القضية الفلسطينية وما هو يعني هذا المشروع التحرري من ذاك المشروع الاستعماري الغاصب المحتل. الآن انكشفت المعادلة الصراع في المنطقة لكل أحرار العالم، وبقيت فقط الدول الاستعمارية المتغطرسة المحصورة في أكم من دولة، يعني أمريكا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا هذول اللي وفرنسا اللي وقفوا وقفة يعني فيها نوع من التماهي مع الغطرسة الصهيونية، وشكلوا صهيو أمريكية بطريقة فظة، وأعادوا إنتاج النازية بكل صورتها البشعة جداً، عادوا إنتاجها بدعمهم الكامل للعدو الإسرائيلي. هذا واضح أستاذ وليد. اسمح لي أنتقل. الطوفان كشف كل هذه المعادلات. والطوفان وضعنا أستاذ محمد القيق أمام معادلة جديدة، تفضل بتوضيحها. مشكورا أستاذ وليد. عندما سألت عن تطورات الطوفان، الآن اختيار الجديد للسنوار أعطى بارقة أمل وأعطى قوة، وجرى التحليل كثيرا في هذا الموضوع حول طبيعة هذا الطوفان ومآلات هذا الطوفان. لكن في حقيقة الأمر كيف يمكن إسقاط هذا المفهوم لمشروع الطوفان كمشروع تحرري نهضوي على بقية قطاعات الشعب وجغرافيا فلسطين وبالتالي بقية المنطقة؟ لأن هناك حالة صراع حقيقي الآن، ونحن نعرف أن سبب العداء العربي الإسلامي عند بعض الحكام والأنظمة هو أن هذا المشروع يأتي معاكسا ومغايرا تماما لمشروعهم التطبيعي، وكما تشير دائما في هذا الجانب. وبالتالي كيف يمكن مواصلة استثمار هذا المشروع وضخ دماء جديدة فيه وألا ينتهي؟ حتى لو انتهى مثلا، انتهت الحرب باتفاق ما، لكن المشروع بالفعل قد بدأ، وهناك اختراق كبير استراتيجي حصل في إسرائيل لا يمكن تعويضه. نعم، ملف طوفان الأقصى حسمه محمد الضيف يوم 7 أكتوبر 7:30 صباحا يوم السبت، حسمه في خطابه وانتهى. لديه مضمون سياسي لا يمكن لأي جهة كانت أن تحبط هذا المضمون، سواء وسيط، سواء شقيق، سواء شقي، سواء عدو، سواء جاسوس. وبالتالي هذا الموضوع انتهى بالنسبة لقيادة المقاومة، وهم يدركون جيدا أن تفريغ طوفان الأقصى من مضمونه هذا قرار أمريكي إسرائيلي، وأنه ترجع الأمور ساحنات مساعدات وإخراج رهائن. طبعا اغتيال هنية، وهذا بعطينا تصور، يعني المفترض أنه يتم اغتيال هنية تنتهي الأمور، يعني لأنه إسرائيل وأمريكا وبعض الأنظمة العربية والتحالف الإبراهيمي اللي تسميه التحالف الإبراهيمي سميه، تسميه القوة العربية سميه، الناتو العربي سميه، في النهاية فيه يعني موجود واجتمعوا في البحرين وقرروا شغلات كثير. هلا هذول الناس فكروا باغتيال هنية إنه انتهى الموضوع، يعني سحقت حماس، يعني مفترض أن الأمور تنتهي. أتدري يا سيدي أن هذا عكس ما كان موجود؟ يعني لما اغتالوا أحمد ياسين مؤسس حماس لم تقم الدنيا وتقعد عادي، الأمور مشت عادي في العالم، لا بحار وقفت ولا مطارات وقفت ولا شيء. المنطق الطبيعي في ظل الحملة الشرسة على المقاومة في 2024 والكل بقول سنسحق المقاومة، إنه لما تغتال هنية ما حدا يدري عن حدا. فتتفاجأ أنت إنه قلب العالم أسفل على عقب، قلب العالم، هذا اغتيال فؤاد شكر وإسماعيل هنية
يوقف المطارات، يمنع الرعاية، يسحب الرعاية، يمنع السفر، حالة أمنية، استنزاف، هذا لم يكن موجود لا في قاموس المقاومة قبل 20 سنة ولا 30 سنة. إذن هنا تطور تراكمي في حالة الردع التي وضعتها المقاومة، وهذا أهم إنجازات طوفان الأقصى. طيب السنوار، ليش السنوار قائد الحماس الآن؟ واضح أن قرار لأول مرة رئاسة المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس تكون داخل فلسطين، هذا مدلول سياسي خطير أرادت حماس أن تثبته. وكأنها، وأنا مش مطلع بس توقع، وكأنها صفعة لاجتماع روما الرباعي الخبيث، لأنه اجتماع روما حماس ما عرفتش عنه ولا حد يعرف عنه، وبالعادة بنعرف عن الوسطاء في الدوحة وفي في القاهرة، يعني مفترض الاجتماعات يا في الدوحة يا في القاهرة. أما وأن يجتمع مدير السي اي ومدير الموساد ومدير المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر في روما ولا نعرف أي شيء عن ذلك، هذا يعيدنا في الذاكرة. وبعد ذلك يحدث التصعيد في الضاحية وفي طهران وتصعيد المجازر في غزة، هذا يعطينا تساؤلات، ومن حقنا أن نسأل. أنا من الناس اللي بفكروا جوا الصندوق، ومش معني حدا يرضى عني ولا ينبسط، يعني أنا بفكر خارج الصندوق. هذا الاجتماع له مثيل فقط حدث، ومثيل خطير، حدث قبل شهور في تل أبيب في أعياد اليهود. ذهب الوفد الأمني المصري إلى تل أبيب وقالوا يومها نبحث الهدنة. أي هدنة تبحث فيها أنت؟ في عطلة عند اليهود، اليهود معطلين، فيش اقتراحات ولا شيء. وبعدها بساعات بدأت اجتياح رفح. اليوم وكأن حماس تقول رئاسة المكتب السياسي عادت إلى أرض فلسطين وهذا مشروع التحرير، وبالتالي قطع الطريق. يعني هلأ بنحكي شيء سابق الأوان، وممكن أنها رسالة لقطع الطريق على الوساطات العربية، على النظرة للمقاومة الفلسطينية، نظرة الضغط عليها، وكذلك ردا على مؤتمرات هنا وهناك كان لديها نتائج سلبية أمنية للأسف. ممكن المستويات السياسية تعرف هذا الشيء. على كل الأحوال إذا أجينا نلخص وين إحنا كمراقبين، نحن في تطور تراكمي للمقاومة وجبهات المقاومة، فشل في عزل الساحات، فشل في تشويه المقاومة. الشعوب الآن لديها حالة انفجار تصاعدية تراكمية في العقل الجمعي المجتمعي لا يستهان بها، وهذا تخاف منه الأنظمة العربية، وتعرف جيدا أن شرارة الثورات اقتربت كثيرا، وأن فكرة فرق تسرد وفكرة سني شيعي وفكرة طائفية وفكرة سايكس بيكو كثير هي على المحك، لأنه الطائرات الأمريكية والطائرات الإسرائيلية لا تعرف حدود سايكس بيكو، مسخمين العرب، سايكس بيكو بس علينا الفلسطيني والأردني والمصري والليبي، كل هذه حدود وممنوع تدخلها، وتدخلها بتنطخ ولازم لكنها حدود مفتوحة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. هذا صحيح. أستاذ محمد أرجو أن تبقى معنا. أستاذ عدنان، أمام ما تفضلتم به حتى الآن، لا شك أن الاحتلال أراد أن يرفع فاتورة التضحيات الجسيمة وفقا لنظريات معروفة، منها الجدار الحديدي الخاصة بجابوتنسكي، من أجل أن لا يفكر الفلسطيني مرة جديدة أو غير الفلسطيني بمحاربة هذا العدو. لكن على الرغم من ذلك وعلى الرغم من كل التضحيات، يبدو أن الفلسطيني قرر ونجح هذه المرة في اختراق هذه الاستراتيجية، في إعادة كما قلنا قبل قليل القضية الفلسطينية إلى الصدارة، في الضغط على الجميع من أجل إحقاق الحقوق الفلسطينية وإعادة المشروع الوطني إلى نصابه. اليوم نتساءل عن طبيعة هذا المشروع، ولماذا لا يبادر بقية الفلسطينيين لصياغة مشروع ما؟ الكل الآن يفكر كيف يمكن أن يكون اليوم التالي تشكيل حكومة وفاق وطني وما إلى ذلك، وليس هذا هو المطلوب. 7 أكتوبر وما بعده والطوفان يقول ويشي بأن المسألة تتعلق بالتحرير وبالاستقلال وبالحرية أكثر من كونها مسألة متعلقة بالاتفاق على منظومة حكومية هنا أو هناك. أنا شخصيا أرى، لا أعرف الأخ القائد يحيى السنوار، ولم أتشرف أيضا بمعرفة باقي القادة الذين خططوا لهذا اليوم 7 أكتوبر، ولكن استمعت لخطاب محمد ضيف، القائد محمد ضيف، لم يكن خطاب يتحدث عن معركة أسر ومعركة تبادل أسرى، كان خطابا يتحدث عن عالم جديد. إذا أردت، أنا أقول لك
أهي الصدفة التي جاءت بالسابع من أكتوبر في هذا التاريخ، هذه الأيام أقصد، هذه المرحلة، هذه الظروف، أم أن قادة هذا اليوم كانوا يعلمون، يقرأوا جيدا أين تتجه الأرض، أين يتجه العالم؟ ولذلك قبل قليل قلت لك، إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تفتح عالم من الحروب، وأنا أقصد وليس حرب عالمية، فلن تقف هذه الحرب، لأن العالم يتغير، والعالم يتغير، وأنا أثق أن الذين خططوا يعرفون جيدا أن العالم يتغير، وهذا العالم الآن يتجاوز أو يذهب إلى مرحلة تجاوز ما يسمى بالدولة القومية، ليس فقط الدولة الوظيفية، الدولة القومية برمتها لم تعد تجدي في الاقتصاد، في مرحلة جديدة، تشكيلة جديدة من الاقتصاد والمجتمع، تشكيلة اقتصادية اجتماعية جديدة، أسميها أنا مرحلة إمبريالية المعرفة، اقتصاد المعرفة وسلاح وعالم السلاح ورأس مال السلاح، هذا التزاوج صنع إمبريالية جديدة، هي إمبريالية المعرفة. هذه الإمبريالية لا تريد الدولة القومية، وليس يعنيها الدولة القومية، تريد عالم فضاء مفتوح، لأن هذا الفضاء لها، ملكها كما تعتقد. الذين يبيعوننا الهواء الذي منحنا إياه الله، ويبيعوننا الفضاء الآن، حين تعرف أن دخل إيرادات مايكروسوفت 250 مليار عام 23، أنت تعلم عن ماذا نتحدث الآن في هذه الفضاءات التي تصنع، التي يصنعها العقل، ولا تحتاج لهذا الفائض من البشر، لأن فائض البشر الذي كان يصنع فائض القيمة، لا، نحن اليوم لدينا قيمة فائضة، وبالتالي صار البشر بالنسبة لهم فائض، يجب أن يتخلصوا منهم زيادة عن الحد المعقول. اليوم أنا ما بدي الآلاف المؤلفة في المناجم ولا في مصانع الصلب، ولا بدي آلات، أنا بدي واحد معه شاشة صغيرة بيعمل لي برنامج بعمل به العالم. بالتالي هل نحن ذاهبون إلى صياغة عالم جديد مرة أخرى؟ هل الولايات المتحدة ترى أنها سيدة هذا العالم وتريد أن تستبق الجميع وتصنع كما فعلت؟ تذكر بالحرب الثانية أن الولايات المتحدة لم تكن شريكا في الحرب أصلا، الولايات المتحدة كانت متفرج، نعم. وفي اللحظة الأخيرة تدخلت، ضربت قنبلتين، جربت القنبلتين كما تفعل الآن باليهود. هؤلاء الأغبياء في دولة القاتل الماجور بيعرفوش أنه قاعدين بيجربوا فيهم في مشان ينجحوا هاي شبكة الرد تبعتهم، نعم، القبب الحديدية وما إلى ذلك، القبب الحديدية، نعم. الكوب الحديدي مشروع أمريكي، شركة أمريكية إسرائيلية، ولما إجا بايدن دفع مليارات مشانها، نعم. هذول بيجربوا باليهود فيهم، بيجربوا بيهم مشان راح تنجح وراح يبيعوا منها. عقدة الولايات المتحدة منذ السابع من أكتوبر حتى الآن 100 صفقة سلاح، هذول اليهود اللي بنقتلوا، اللي بروحوا عند الأطباء النفسيين وبولادهم بالأسرة بنقتلوا، بقتلهم بنيامين نتنياهو بغزة، وبودي أولادهم برضو مشان ينقتلوا بغزة، بده يجيب تبعون المعابد اللي بيصلوا بعبدوا الله، بده يجيبهم مشان يروح يقتلهم بغزة. هذول بيجربوا بيهم الولايات المتحدة، بيجربوا سلاحهم بينا بأدواتهم، وبيجربوا القنبلة الحديدية بيهم. هذا الولايات المتحدة راحت ضربت اليابان هيروشيما وناكازاكي بقنبلتين، جربت القنبلتين وسكتت العالم، هبتت بالعامية الفلسطينية، بنقول احنا هبتت عليهم، وعملت لهم بعدين مشروع مارشال وقادت الدنيا، وقف حجرها. هذا تحاول الآن الولايات المتحدة، ذلك على الصين أن تدرك أن السابع من أكتوبر رسالتها إذا بدها، روسيا السابع من أكتوبر رسالتها إذا بدها، تركيا السابع من أكتوبر رسالتها إذا بدها، إيران السابع من أكتوبر رسالتها، كل القوى الإقليمية، الهند، كل القوى المهمة الوازنة في العالم، كل أصحاب الرسالات الذين لديهم رسالة أيا كانت هذه الرسالة. وبالمقابل هل رسالتنا الآن وصلت؟ إذا كنا ضد اقتصاد المعرفة، إمبريالية، ما الذي يواجه إمبريال هذه الإمبريالية؟ معرفة أخرى،
إمبريالية معرفة النهب والسطو والقتل، تريد إمبريالية معرفة الروح ومعرفة الحياة ومعرفة الحريات ومعرفة حياة الإنسان وقيمتها. نعم. وقد ساهم الطوفان. هل الآن نعم. قررت المقاومة أن تصنع معركة جديدة على وجه الأرض نعم. بين حرب القتل وحرب الروح؟ وقد ساهم الطوفان في كشف هذا أستاذ عدنان كما تعلم، وفي إعادة الاعتبار للمنطق الإنساني، وكشف كل المعايير الكاذبة التي تحدث عنها الغرب زمنا طويلا. أستاذ وليد، أخيرا في دقيقة ونصف حتى أذهب الأستاذ محمد، أمام هذا المشهد ما التوقعات المقبلة؟ يبدو أن الحرب طويلة الأمد في المعطيات الموجودة حاليا، بل بالعكس هي تتوسع، وهذا ما أراده نتنياهو وأراده الأمريكان بالمشاركة الفاعلة في هذه الحرب. بماذا تعتقد؟ يعني التوقع السياسي الواضح في سيناريوهين، سيناريو أنه حرب محدودة ضمن ضربات محدودة، أو حرب مفتوحة. الحرب المفتوحة إقليمية ممكن تتطور لحرب يعني كبيرة على مستوى تصير حرب عالمية، لكن كلا الأمرين هو دمار للمشروع الصهيوني. هو إما أن يختار أن يتلاشى بالتدريج على البعد الطويل من خلال تداعيات هذه الحرب المحدودة النفسية والهجرة المعاكسة والانهيار الاقتصادي وهروب المال الاستثماري. الآن المستثمرين، يعني أي مستثمر بده منطقة آمنة وبده وضع اقتصادي مريح. نعم، لكن الان 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 ما في وضع امن ولا في مريح. هو ياتي هو يعني ليضحي براس ماله ويضحي بابنائه في الجيش، لذلك هؤلاء يهربون، راس المال يهرب. الان الاستثمارات كبيره في تهرب من الداخل. اشكرك استاذ وليد، وصلت الفكره. نعم. اشكرك جدا استاذ محمد. في دقيقه ونصف لو سمحت، هل تعتقد بان اي مواجهه قادمه قد تضع غزه في الاعتبار السياسي، بمعنى ان تكون غزه وما يحصل فيها مرتبط بتوقف أي تطورات عسكرية مقبلة في المنطقة؟ يعني تطلب أطراف مثل إيران، مثل حزب الله كما هو متوقع بردودهم، أن يطلبوا أن يكون حلا شاملا للمشكلة وليس متعلقا بهم؟ يعني الحلقات بدأت متسلسلة، حلقة أوكرانيا، حلقة غزة، الحلقات القادمة خارج حدود فلسطين، ولكن الحل سيكون شامل للجميع. باختصار، إسرائيل خيارين: البقاء أم الوجود. البقاء يحتمل الزمن، نعم أو لا، إلى كذا سنوات، والوجود أزلي. إسرائيل قررت حرب الوجود، قالها نتنياهو، وبالتالي نحن ذاهبون إلى تصعيد ثم تصعيد ثم تصعيد، في محاولة منهم في أي درجة من درجات التصعيد لكسر المقاومة وتطبيق المشروع الذي تحدث عنه ضيوفك الكرام. ولكن واضح أن الأمور ذاهبة باتجاه حرب الوجود، أي أن التصعيد يتلو التصعيد. المقاومة لديها قرار بجبهاتها والشعوب معها، والناتو العربي. أشكرك أستاذ محمد القيق، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للأستاذ وليد الهودلي وللأستاذ عدنان الصباح، كنتم معنا في هذه الحلقة، شكرا لكم جميعا. وبهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله، وتذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.